السلام عليكم. ريدوت باي تقدم عرض جديد لمدة شهر. العرض هذا راح فيه البطاقة ناقص 60%، يعني البطاقة من اللي كانت 10 دولار راح تولي 4 دولار. الإخوة الكرام، العرض هذا راح محدود لمدة شهر. أما بالنسبة للناس اللي ما تعرفش، بطاقة ريدوت باي هي بطاقة من هونغ كونغ. هذه البطاقة تفعل الباي بال 100%، تقدر تشري بها من الانترنت، تفعل فيها الفيسبوك ادز، تشري بها نتفليكس، اي حاجة تحب ديرها في عالم الانترنت تقدر ديرها بها. وحاليا كان فيها بكر عائق شوية ما كانش تفعل باي بال، اما الان رجعوها تفعل الباي بال 100%. هذه البطاقة الاخوة الكرام راح تكون وتشجعك العمل عبر الانترنت، سواء كنت مستهلك او تعمل عبر الانترنت مثل الناس اللي كانوا عندهم في الفيسبوك عندهم شوية مشاكل. الان البطاقة دي تقدر دير بها الفيسبوك ادز تاعك، كيفية الشراء من علي اكسبريس والامور الاخرى كيف ما كان حتى مشكل. العرض هذا الاخوة الكرام بطاقة فيه قلت لك راهي 4 دولار، وكي تستفاد ريدوت باي راهي تعطيك 5 دولار كهدية، نضيفوا لها 4 دولار تسمى البطاقة تولي لك باطل، بطاقة راح تكون مجانية وزيد لها 1 دولار. أما البطاقة البلاستيكية راح تكون ب70 دولار، زادوا داروا فيها تخفيضات، والآن راهم زادوا داروا تحديث واحد آخر قال لك راهي التحويل راح يكون من باي بال إلى ريدوت باي في الأيام هذه. كاين دول راح نفعل فيها هذه الميزة وكاين دول لا. ليسونسيال البطاقة هذه راهي في تقدم في تحسن، كما راكم تشوفوا الإخوة الكرام راني بالهاتف، شوفوا التخفيض هذه الأونس أونس، تخفيض أكبر تخفيضات العام، تخفيض يصل الى 60%. راهم هنا حاطين الشهر، وهنا يقول لك البطاقه الافتراضيه راهي ناقص 60% كما قلت لكم، و4 دولار تشراء. والبطاقه البلاستيكيه البطاقه الفعليه يعني الملموسه راهي دير 70 دولار ناقص 30%. وهنا قال لك الميزه الجديده، قال لك يمكنك الان التحويل، يمكنك التحويل من باي بال الى ريدوت باي، متاح في بعض الدول يعني مش في جميع الدول، كاين دول مفعل فيها هذه الميزه وكاين لا. هي الشيء اللي نعرفوه الان، هي تستقبل الاموال من باي بال عادي، خاصه الناس اللي راهم يخدموا في التيك توك وفي الامور هذه يستقبلوا الاموال، راهي تمشي لهم عادي، الناس جربتها بتجربه كل شيء. بهذه البطاقه وعده بطاقات اخرى العام هذا 2024 رانا عندنا عده بطاقات الاخوه الكرام، سواء فيزا ولا ماستر كارد، ميم حسابات بنكيه. العام هذا عام خير ان شاء الله، بوسكرا تنحينا من مشاكل هذيك. اما وايز الان الناس بدات تنسى وايز، المشكله اللي كانت تصادفنا والعائق الوحيد اللي كان الناس متمسك بوايز هي الباي بال. اما الان تقريبا عده بطاقات راح تفعل باي بال، منها حتى مايفين ثاني راه بنك بلغاري غني عن كل تعريف، يقدم لك بطاقه فيزا ويقدم لك بطاقه ماستر كارد في نفس التطبيق، لك الخيار تخير فيزا كارد ولا ماستر كارد وتفعل الباي بال. الاخوه الكرام عندها حساب بنكي اوروبي ايبان عالمي، يستقبل من كل الدول الأوروبية، عندك بطاقة افتراضية تقدر تستبدلها في أي وقت. بالنسبة لمايفين ما فيهاش اشتراك شهري، ما فيهاش اشتراك سنوي، ما فيهاش اقتطاع عند شراء من الانترنت، التحويل تاعها راه رمزي جدا 0.28 أورو، ماشي بالمية، يعني مهما كان التحويل تاعك راهي تكون عادية. بالنسبة لي هذه أحسن بطاقة الإخوان الكرام، من رابط التسجيل وكود الدعوة تاعها ثاني راه تلقاوه في أول تعليق، راح نخليكم رابط فيه عدة بطاقات إلكترونية، بطاقة فيزا وماستر كارد في أول تعليق وفي وصف الفيديو. اللي عنده سؤال الإخوان الكرام يتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.